بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم معنا في كورس ادوبي الستريتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين ناخد اداة من ادوات السليكشن، مهمة جدا علشان وانت شغال تمكنك، وخصوصا لما تكون عامل جروبس، جروب وجروب وجروب وجروبس كده يعني، ماشي. وهي الجروب سيليكشن تول. طبعا السيليكشن تول عرفناها خلاص، بتحرك شكل واحد وخلصنا. والدايركت سيليكشن تول بتخليك تغير في الحاجة زي ما انت معاوز، تمام. هنا بقى ايه موضوع الجروب سيليكشن؟ انت لو جيت تفكر فيها وتجربها كده مع نفسك، لو مثلا نزلت راوندد ريكتانجل بالمنظر ده كده، ماشي، ونزلت مثلا غير اللون، دوس هنا دبل كليك في الفيل وخليه باي لون كده يبقى باين ودوس، ماشي. وجيت نزلت هنا راوندد ريكتانجل تاني، ماشي، او لو انت حبيت حتى تاخد منه نسخه، لو انت مختار الجروب سيليكشن تول ورحت تاخد منه نسخه اتاخد منه عادي يعني. اهو جروب سيليكشن تول وانا مختارها، وادي ايه الت مع شيفت، الت الاول واخد وبعد كده مع شيفت يخليه في نفس المستوى، واخد بالك، وهكذا، تمام. تعالوا نغير اللون ده لاخر واحده، تمام. دي كده ايه لون، ايه مختلف، لون مختلف. تعالوا ناخد من اللون المختلف ده بقى ايه نسخه تانيه بالمنظر ده كده، نخليها مثلا ايه، نعمل الاول الت ونسحب وبعد كده شيفت عشان يبقى في نفس الايه المستوى. اوكي، احنا كنا معلمين على الاثنين، خد واحده بس، خد ايه واحده بس اهي، هي نفس اللي بتاخد جروب سيليكشن تاني، ثبت ايد على الالت واسحب وشيفت يبقى كده بس. طيب رحت جاي بقى معلم عليهم كلهم كده وخليتهم ايه، خليت هوريزونتال ديستريبيوت سنتر بالمنظر ده يبقوا متساويين، خلاص ماشي. هنا بقى انا دلوقتي لو جيت استخدمت الجروب سيليكشن تول هتلاقيها عادية زيها زي التانية، صح؟ هتلاقيها عادية زيها زي التانية. لا هي زيها مش زي التانية، هي بص هي بتساعدك في حاجات تانية، بتساعدك لما بتكون عامل جروبس، فاهم ازاي؟ يعني مثلا أنا دلوقتي جيت إيه؟ علمت على الاتنين دول كده ودوست كليك يمين ورحت عامل لهم إيه؟ جروب، دول كده بقوا جروب، دول كده الاتنين مع بعض بقوا إيه؟ بقوا جروب، ماشي؟ حلو. ورحت جاي معلم على الاتنين دول لوحدهم لوحدهم وكليك يمين عليهم وعملتهم ايه جروب، يبقى ده كده ده جروب وده جروب، خد بالك. اختار السليكشن العاديه ودوس ده جروب، خد بالك، وده جروب، خد بالك. بص السليكشن العاديه بتخليك تمسك الجروب ازاي، بص السليكشن العاديه بتخليك تمسك الجروب على بعضيه على طول وخلصت، اهو تمسك الجروب على طول وايه وخلصت، ماشي. طيب واحده واحده بقى عشان نفهم الجروب سليكشن. نفترض ان انا جيت عملت دايرة هنا كده بالمنظر ده وغيرت لونها، مثلا دبل كليك على الفيل خليه مثلا بلون ايه يكون زي كده مثلا، ماشي. طيب وخدت منها نسخة مع شيفت كده جنب بعض ورحت معلم عليهم الاثنين وكليك يمين وعملتهم ايه رخرين جروب، ماشي. هنا السليكشن العادية بتخليك تتحكم في الايه في الجروب. بص بقى، بص خد بالك هعمل ايه، ركز معايا قوي في موضوع الجروب. اول حاجه عملتها عملت دول جروب، بعد كده عملت دول جروب. بص هعمل ايه بقى، همسك الاثنين دول كده، خد بالك ده جروب وده جروب، هعلم على الجروبين دول وهدوس كليك يمين وهعملهم جروب، بقى كده جروب وجروب والاثنين مع بعض جروب وجروب وبقوا جروب، ودول جروب، ماشي. حلو قوي، هعلم على كل ده كده واعمله جروب، لك ان تتخيل بقى. بص بقى ركز بقى معايا، هنا خلاص السليكشن العاديه زي ما انت ما شايف كده وخلصنا. بالنسبه للجروب سليكشن تول بتخليك تمسك حاجه واحده من الجروب اهو وتغير فيها، ماشي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان لو انت عايز توصل لجروب الجروب، يعني بص دي معموله جروب مع مين، اقرب حاجه ليها معموله جروب معاها مين اللي جنبها، صح؟
دوس عليها دوسه ودوسه تانيه، بص اتفرعت للجروب اللي بعده. خد بالك تاني، بص ركز معايا الله يبارك لك، بص وركز في اللي بيتحدد. انا دوست عليها دوس خلاص، الجروب سيلكشن تول بتخليك لو انت عامل جروب تقدر توصل للوحده اللي داخل الجروب ده. ماشي، طيب بدوسه واحده، لو دوست دوسه وبعدها الثانيه بتوصلك للجروب اللي بعده، يعني دي اقرب حاجه معموله جروب مع مين؟ مع دي. طيب بص بقى الحته دي، دوسه والثانيه والثالثه توصلك للجروب اللي اكبر منه اهو، خدت بالك؟ مش بس كده، بص دوسه والثانيه والثالثه والرابعه تخليك توصل للجروب الكبير وهكذا بقى، فاهم ازاي؟ يعني انا دلوقتي لما اجي ادوس هنا خلاص دي لوحدها، دوست عليها دوسه ثانيه بقت دي، دوسه ثالثه بقت دي، بتكبر معاك. يعني انت عملت ايه اول حاجه جروب بالنسبه لدي؟ طب تعالى كده بالنسبه للدايره، دوس عليها دوسه والثانيه راحت للي جنبها، الثالثه راحت للي فوق، خدت اللي فوق على طول. ليه؟ لان دول قريبين من بعض ودول معمولين معاهم، عرفت؟ كذلك دول، دول قريبين من بعض، دول اقرب لهم من دول، فلما تدوس يروح مقرب لك لان انت عملتهم جروب مع بعض. بعد كده بقى ابعد حاجه، يعني بيوصل للتفرعات بتاعتك بالدوسه بتاعتك، انت عايز جروب من الجروب، انت عامل دول جروب لوحدهم اهو، دوسه والثانيه يوصل، ثالثه يوصل اللي بعده، الرابعه يوصل وهكذا معاك. ماشي، عايز تتحكم على واحده لوحدها مفيش اي مشكله، انت واقف على كل شكل لوحده مفيش اي مشكله، ماشي، تغير فيه تنسق فيه تعمل اللي انت عايزه مفيش اي مشكله بفضل الله. وزي ما قلت لك لما بتدوس، انت مثلا جيت هنا نفس الكلام، دي اقرب حاجه ليها دي، لو دوست دوسه والثانيه توصل لدي، الثالثه توصل لدي، الرابعه توصل اللي تحت، خدت بالك؟ لان معمولين ايه؟ جروب مع بعض وهكذا. فدي بتسهل عليك لما تكون عامل جروبس كتيره عشان ما تتلخبطش منهم بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.